أهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه مكملين معاكم كلامنا عن المشروعات اللي فازت في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية واللي أطلقتها الحكومة في محافظات مصر. نرحب بالدكتورة وهاد سمير، أستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، واللي فازت بمشروعها اللي بيحمل اسم الخردة باب رزق. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير. أهلا بكم، ألف مبروك على الفوز بالجائزة. الله يبارك فيكم. والكلمة ملفتة الخردة باب رزق، تخلي كل واحد كده يحس إن إيه ده، طب أنا ممكن أعمل إيه، طب هكسب منها، طب إزاي. كلمين عن المشروع. الخردة باب رزق، الخردة إحنا عندنا كمية موارد في بلدنا كبيرة جدا. أنا بعتبر بيتنا كل بيت فيه كنز، كل بواقي خامات في بيتنا كنوز، فكل بيت فيه موارد اوريدي. يعني الدوله ليها موارد وبيوتنا ليها موارد. لا ده احنا بنحب قوي الاحتفاظ بكل حاجه، طبعا دي اساس. عندنا درج ماما في كل بيت ده، وبالذات المطبخ فيه درج كده او وحده، ده غير بقى الجراش وغير السطح فوق البلكونه بالظبط والدولاب والحاجات دايما عندنا حاجات كده. فالفكره بتاعت الخرده، انا بشتغل في الذهب والفضه، فبالتالي شغلي غالي، بشتغل جولري. فكنت الفكره جات لي ان انا عايزه اعمل وبشتغل هاند ميد وان بيس، فطبعا عايزه اوصل فكري ان كل السيدات تلبس وان بيس بس بخامات، يعني قطعه واحده ما يبقاش فيه تكرار بالظبط، بس بخامات تبقى سعرها قليل وخامات بسيطه، علشان ما تبقاش يعني ايه السعر لما يبقى عليه مش كل الناس هتقدر تلبس ده. دايما الستات تحب تبقى يونيك، حد وتجدد زيها بقى، تجدد بقى وتلبس كتير وتغير. كان عندي معرض، ففكرت ان انا اشتغل بالشوك المعالق الفضه. اتصلت مامتي قلت لها تجيب لي الطقم معاها وهي جايه. طبعا سابت، ما تعرفش انا هعمل ايه، اللي هو مش بيطلع عاده ده خالص يعني. بس ده غالي يا دكتور متهيألي. غالي بس يعني انا مش هستعمله. عارفه انت، انا مش باكل بيه ولا بستعمله. قطعته واستعملته في شغلي بصراحه، يعني قطعته وعملت منه جولري، عملت كوليهات وحلقان وخواتم. قطعتيه ازاي؟ بالتولز بقى، بالمناشير وال وبالمنشار وبالمقصات وبالجاف. بنفسك بايدك؟ انا بشتغل حراره من غير ورش عمل، يعني بشتغل بايدي. ممكن ممكن حد يعمل كده؟ اللي بيبقى متعلم بيبقى سهل بالنسبه له، لان الخامه برضو الفضه خامه ثقيله شويه. طب. مش زي بقيه الخامات. بس فعملت منه وعملت معرض والحمد لله حقق نجاح. بعد كده فكرت، طب ليه بقى المعالق والشوك؟ طب ما انا جدد كمان حاجه تانية. بدات ادور بقى في الحاجات اللي عندنا اللي في البيت اللي محدش واخد باله منها، افتح بقى واشوف ماما شايله ايه. ايوه، وانا كمان بجمع. طول عمري مامتي عودتني على ان يبقى في تامل. يعني انا كنا نروح جنينه الحيوانات مش عشان نلعب زي الاطفال، لا، عشان نتفرج على الوان الطيور، على درجات اللون في العصفوره. أيوة. عشان انواع الشجر والبامبو والفروق والملمس لورقه الشجر ودرجات اللون. اتعودت على كده من الطبيعه. من الطبيعه. فتلاقيني وانا ماشيه ممكن اوطي اخد زلطه من الارض، اي حاجه اشوفها شجر ناشف حاجات دي. فانا طول عمري ده. فبدات الفكره ان انا اجيب الخامات دي وابتدي اشتغل بيها، حطيتها قصادي كده وبدات افكر ان انا اعمل منها ديزاين مختلف. فبدات اعمل زي تبديل وتوافيق واحط واشوف ايه الاحلى واصور واعمل. بدات احس ان الموضوع، لا الموضوع هيطلع منه حاجه كويسه. فانتجت منه منتجات. بعد كده حولته لبحث علمي في جامعه اسيوط، واترقيت بيه في ترقيه استاذ مساعد. وكان لجنة تحكيم، لأن المؤتمر دولي كان فيها مصريين وأجانب، كانت نتائج البحث بتاعي اتحطت توصيات المؤتمر. فدي كانت بالنسبة لي المعادن بس في جزئية المعادن. لا مش معادن بس. أنا بشتغل بالخشب، بشتغل بالمعادن، بالأقمشة، بلاستيك، لعب أطفال، حاجات موجودة عندك في المطبخ، مصفة شاي، يعني كل حاجة متخيلها. أكيد بحث حضرتك قدم شيء جديد عشان يقدر يكون موجود في توصيات المؤتمر. يعني احنا بنتكلم الخردة على طول بنسمع يمكن بياع ربابيكا بيعدي تحت البيت وبياخد الحاجات القديمة من عندنا، وبيبقى بالمناسبة بيدفع فيها فلوس بالزبط. فده شيء موجود، إعادة التدوير بالمناسبة موجودة. ايه الجديد اللي حضرتك قدمتيه؟ انت بقى تحوليها الاكسسوارز وملابس تتلبس ليها وظيفه. يعني ما بنتجش اي منتج ملوش وظيفه، يعني لو لبس لازم بيتقفل ويتلبس وتقلعيه وتلبسيه كذا مره. اكسسوارز بتستعمليه وتخرجي بيه، مش تقيل وفي آمن. وقت ما يخلص على طول بقى، انا مش مدخله عمليه تصنيع. لا لا، يعني انا بعملها وبستفيد بيها على طول. على طول عليكي وتشوفي شكله، مش تقيل، امن طبعا صحيا، لانه بيبقى فيه معالجات للخامات. مش لازم يكون في بعض الخامات لازم تعالج؟ بتعالج، يعني انا بشتغل بالازاز بعالجه، بشتغل بالحاجات الخاصه بالكمبيوترز بتتعالج، بشتغل بالبلاستيكات.
خرده سيارات، كل بصي كل حاجه ممكن تتخيلي، نوى البلح، الليف بتاع الشجر اللي بيقلف بتاع البلح لما بيجوا يعملوه بيقلموه، باخد انا الليف ده اقعد اشتغل بيه، بس بعالجه الاول واشتغل منه، فبالتالي عندي خامات كتيره. والحاجات دي على فكره ببلاش، يعني انا ثلاث ارباع المنتجات اللي انتجتها ببلاش، يا اما خدتها من الناس كادو هديه، يا اما عندي حاجات انا كنت حرميها ما رميتهاش، وفي نفس الوقت ان انا بطلع منها منتج جديد. بعد كده نزلت عملت ورش، لفيت محافظات مصر كلها، ورحت كل الجامعات عملت فيها ورش تدريب، وعملت مع الهيئات والمؤسسات والمجلس القومي للمرأة، وكمان طبقتها في السعودية في جامعة الطائف. فاشتغلت على مناطق بيئة مختلفة، كل محافظة ليها خاماتها، يعني ليها المخلفات اللي هتبقى متوفرة عندها طبعا. فانا كنت لما بروح اي حرف تراثية بتبقى في كل محافظة طبعاً. ليها طابع. فلما كنت بروح اي محافظة اخد معايا شوية خامات من عندي، واقول لهم انا عايزة خاماتكم انتوا، انا عايزة اشوف بلدكم ايه الخامات اللي فيها. فاخد حاجتي اعرض عليها التجربة، وبعدين ابتدي اشتغل معاهم من خاماتهم هم، فنبتدي ننتج. انا دربت اكتر من حوالي 22 الف سيدة على مستوى المحافظات. 22 الف ده رقم ضخم. طب انا مشروعي قائم من 2008. يعني مشروعي قائم من 2008 لغاية دلوقتي. وما قدمتيهوش يا دكتورة لدلوقتي؟ انا اول مرة اشارك في مسابقة. ليه؟ يعني عمري ما شاركت، ما دخلت مشاريع. ما تخيلتيش ان هو ممكن يكون بيقدم اضافه؟ لا ما فكرتش اشارك اساسا، بس المسابقه دي لما نزلت حسيت كل الشروط كانت بتنطبق على المشروع بتاعي. بس الكم اللي دربتيه رقم كبير قوي، مجهود رائع على مر ال 14 سنه. طب عملتيه ازاي يا دكتور؟ يعني حضرتك ما تقدمتيش بفكره المشروع او فكره البحث قبل 2000، يعني قبل المره دي، قبل لا لا ما قدمتش خالص، يعني ما دخلتش مسابقات. ازاي قدرتي تدربي 22000؟ بسافر وادرب وجمع ناس كتيره. ازاي؟ كلها تحت يعني مظله المجلس القومي للمراه. في وقت كنت مع المجلس القومي للمراه، وفي جامعات بحكم ان انا استاذه جامعيه كمان، فانا كنت بنزل بروح الجامعات، بيدعوني اروح اعمل ورش مع الطلبه. الجامعات الاهليه في المحافظات لما يبقوا عارفين ان انا رايحه مثلا محافظه، فراح اعمل ورشه عمل مع الطلبه، فالجامعات الاهليه اللي هناك يرتبوا لي سيدات واشتغل معاهم وانا في نفس المكان، او اسافر وارجع لهم تاني. فده اللي عمل على مدار ال 14 سنه الحمد لله عندي عدد كبير. ده كمان يقول لنا مدى انتشار الجامعات الاهليه وجهودها على الارض بتكون ازاي؟ بصراحه يعني، والمجلس القومي للمراه برضو، يعني بصي المؤسسات كلها اللي اشتغلت معاها والجامعات. الانجاز على الارض ده بمليون جايزه على فكره. طبعا بصي عايزه اقول لك انك تقعدي وتشتغلي وتعملي تمكين اقتصادي لسيده وتعلميها تشتغل من بيتها باقل التكاليف الممكنه بالحاجات اللي عندها، مثلا ممكن قطعه تبقى ما تكلفتش حتى 5 جنيه هي هتبيعها ب 25 و 30 جنيه و 50 جنيه، هامش الربح عالي قوي. الحاجه الثانيه زيرو نفايات، ما عنديش نفايات نهائي، عندي ابتكار وابداع، وان انت بتطلعي بقى احساسك ومشاعرك، وان انت تشتغلي بقى عندك ديزاين حلو ولون. التخيل كمان بالظبط. لا الحديث كمان حاجه ثانيه كمان الاسره، ان الام لما بتشتغل وتجيب اولادها، لان انا عندي اطفال اشتركوا معايا في الشغل بتاعي، فتلاقي بقى الاطفال كمان، الاطفال عندهم ابداع وخيال رائع احنا ما نتخيلوش. طبعا صحيح. فتلاقي بقى الاسره لما تقعد مع بعض، الام ومعاها ابنائها، وممكن الزوج يشارك، ممكن تلاقي الجده تشارك، تقدري تنميه بقى كل واحد وتخيله شايف الحاجه دي ازاي ممكن يطلع منها ايه. بالزبط. يعني على الاقل لو الزوجه هتنتج والاطفال بتشارك في الانتاج، الزوج ممكن هو اللي يتولى مساله البيع. يعني طب لا انا عايزه، لا وانا كمان كنت بديهم ازاي يسوقوا، وازاي المنتج بتاعهم يتعرض، وازاي ان هي تتواصل مع السيدات، لان برضو انا عندي خامات كتيره، مش لازم من نفس القطعه اعمل 20 30 او 100، علشان لا. يبقى كل مره شيق ان انا اقتنيها، فبالتالي اعمل القطعه دي ولما اجي اعمل واحده ثانيه اغير في الحته دي، فتبقى كانها بيسز جديده، فبالتالي بقى عندها من نفس الخامه مثلا 100 قطعه 100 حلق، بس بكل شويه ب 100 شكل زي ما بيقولوا، خامه جديده واشكال مختلفه. لا نفس مختلفة. الخامه بس الديزاين تغير فيه حاجه بسيطه فيديكي ديزاين جديد، فبالتالي يبقى عندها من المنتج ده مجموعه من الديزاينز كتيره، وبالتالي السيدات لما هتيجي تشوف دوت هتحس قد ايه ان هي عندها فرايتي مختلفه، فتشتري منها وكمان تحس بالتجديد. احنا كلنا بنبقى عايزين دايما التجديد. طبعا اكيد. ما نلبسش حاجه حد لابسها. الحقيقه الحديث مع حضرتك شيق جدا، ويمكن مشروعك مش بس اهميته بتكمن في انه بيحافظ على البيئه، لكن فكره ان هو التمكين الاقتصادي بالفعل، ان هو بيقدر يوفر باب رزق، بيوفر فرص عمل. نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتوره وهاد سمير، استاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقيه وعضو المجلس القومي للمراه فرع القاهره،
مره اخرى فكره الحفاظ على بيئه على البيئه في حد ذاتها تفتح باب اقتصادي وتفتح باب سياحي وتفتح ابواب كتير جدا. الحقيقه احنا يعني مصر بالفعل بدات ان هي تولي اهتمام كبير جدا جدا بيها.